بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 114. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عبر برنامج من الفقه الإسلامي، ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله أحكام ضمان المتلفات. اعلموا وفقني الله وإياكم أن الله حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق، وشرع ضمان ما أتلف منها بغير حق ولو عن طريق الخطأ. فمن أتلف مالا لغيره وكان هذا المال محترما وأتلفه بغير إذن صاحبه فإنه يجب عليه ضمانه. قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، سواء في ذلك العمد والسهو والتكليف وعدمه. وكذا من تسبب في إتلاف مال، كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه، أو حل وكاء فانساب ما في الوعاء وتلف، فإنه يضمن ذلك. وكذا لو حل رباط دابة أو قيدها فذهبت وضاعت ضمنها. وكذا لو ربط دابة بطريق ضيق فنتج عن ذلك أن عثر بها إنسان فتلف أو تضرر ضمنه صاحب الدابة، لأنه قد تعدى بربطها في الطريق الضيق. وكذا لو أوقف سيارة في الطريق فنتج عن ذلك أن اصطدم بها سيارة أخرى أو شخص مار، فنجم عن ذلك ضرر، فإنه يضمنه صاحب السيارة، لما رواه الدارقطني وغيره: من وقف دابة في سبيل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فوطئت بيد أو رجل فهو ضامن. وكذا لو ترك في الطريق طينا أو خشبا أو حجرا أو حفر فيه حفرة فترتب على ذلك تلف المال أو تضرره، أو ألقى في الطريق قشر بطيخ ونحوه، أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان فتلف أو تضرر، ضمنه فاعل هذه الأشياء في جميع هذه الصور لتعديه بذلك. وما أكثر ما يجري التساهل في هذه الأمور في وقتنا الحاضر، وما أكثر ما يعثر الطريق ويسد وتوضع فيه العراقيل، وما أكثر الأضرار الناجمة عن تلك التصرفات السيئة دون حسيب أو رقيب. حتى إن أحدهم ليستولي على الشارع ويستعمله لأغراضه الخاصة، ويضايق المارة ويضر بهم ولا يبالي بما يلحقه من الإثم من جراء ذلك. ومن الأمور الموجبة للضمان ما لو اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على المارة وعقر أحدا فإنه يضمنه لتعديه باقتناء مثل هذا الكلب. وإن حفر بئرا في فنائه لمصلحته ضمن ما تلف بها، لأنه يلزمه أن يحصنها بما يمنع ضرر المارة، فإذا تركها بدون تحصين فهو متعد يضمن ما تلف فيها. وإذا كان له بهائم وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس، وجب عليه حفظها بالنهار من إرسالها إلى زرع قريب، فإن تركها وأفسدت شيئا ضمنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. فلا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفت بالنهار إلا إن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه عادة، فإنه يضمن. قال الإمام البغوي رحمه الله: ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها، وما أفسدته بالليل ضمنه مالكها، لأن في العرف
أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأن أصحاب المواشي يحفظونها بالليل، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن العرف، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها فعليه ضمان ما أفسدته انتهى. وقد ذكر الله قصة داود وسليمان عليهما السلام وحكمهما في ذلك، فقال سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل، فإن النفش رعي الغنم ليلا وكان ببستان عنب، فحكم داود بقيمة المتلف فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة فدفعها إلى أصحاب الحرث، وقضى سليمان بالضمان على أصحاب الغنم وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان، ولم يضيع عليهم مغلة من حين الإتلاف إلى حين العود، بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم، واعتبر الضمانين فوجدهما سواء. وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه انتهى. وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها لا ما جنت بمؤخرها كرجلها، لحديث: الرجل جبار، وفي رواية أبي هريرة: رجل العجماء جبار. والعجماء البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم، وجبار بضم الجيم أي جناية البهائم هدر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل بهيمة عجماء كالبقر والشاة وغيرها، فجناية البهائم غير مضمونة إذا فعلت بنفسها، كما لو انفلتت ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان على أحد ما لم تكن عقورا ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين ومجامعهم. وكذا قال غير واحد أنه إنما يكون جبارا إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق إلا الضارية انتهى. وإذا صال عليه آدمي أو بهيمة ولم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه، لأنه قتله دفاعا عن نفسه، ودفاعه عن نفسه جائز فلم يضمن ما ترتب عليه، ولأنه قتله لدفع شره، ولأنه إذا قتله دفعا لشره كان الصائل هو القاتل لنفسه. قال الشيخ تقي الدين: عليه أن يدفع الصائل عليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء. ومما لا ضمان في إتلافه آلات اللهو والصليب وأوان الخمر وكتب الضلال والخرافة والخلاعة والوجون، لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فشققت بحضرته صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بذلك، أدل الحديث على طلب إتلافها وعدم ضمانها، لكن لا بد أن يكون إتلافها بأمر السلطة ورقابتها ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسدة. أيها المستمع الكريم، إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لنقدم ما تيسر من أحكام فقهية عبر هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.